السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أسعار الدواجن اليوم. أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021. أتمنى من حضراتكم في البداية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سعر الدواجن البيض النهاردة في المزرعة مسجلة 25، في المحلات 29 جنيه. سعر الدواجن البلدي في المزرعة النهاردة مسجلة 35، في المحلات مسجلة 40. سعر البط البلدي في المزرعة 40، في المحلات 45. سعر الأرانب اليوم، في المزرعة 38، في المحلات 45. أسعار أمهات لحم أمهات الدواجن البيضة في المزرعة 22، في المحلات 25. سعر الدواجن الساسو النهاردة 30 جنيه في المزرعة، 34 جنيه في المحلات. أما عن أسعار الكتاكيت اليوم، سعر الكتكوت الأبيض النهاردة شركة الوطنية للدواجن مسجل النهاردة 11 جنيه 75 قرش. الكتكوت في شركة الدقهلية للدواجن النهاردة مسجل 10 جنيه 90 قرش. شركة الوادي 10 جنيه ونص. القاهرة للدواجن 10 جنيه ونص. العناني جروب 10 جنيه و70 قرش. أمات 11 جنيه. دلتا مصر للدواجن 10 جنيه. مصر العربية للدواجن مسجل النهاردة 10 جنيه. شركة الذهبية النهاردة مسجل 10 جنيه 75 قرش. القصب للدواجن 11 جنيه ونص. شركة الإيمان للدواجن 11 جنيه ونص. الأصير كتكوت الأصيل النهاردة مسجل 11 جنيه وربع. عياد للدواجن 11 جنيه ونص. أما عن سعر الساسو مسجل النهاردة 8 جنيه 75 قرش. أسعار البط النهاردة، البط الفرنساوي عمره يوم مسجل النهاردة 9 جنيه و90 قرش. الفرنساوي بيور 10 جنيه 75 قرش. سعر البط المولر النهاردة، مولر محلي 20 جنيه، مولر بيور 22 جنيه ونص. المسكوفي 10 جنيه 20 جنيه ونص. البط المسكوفي النهاردة مسجل 20 جنيه ونص. سمان الجامبو 7 جنيه. أتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نلتقي غدا. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.